ما تسيب لايف، جاي لكم بفيديو جديد. اليوم حكون عندنا مقطع كذا مختلف شويه، راح نشرح لكم فيه اسعار البلابل حسب قيمه او حسب عمله بلدك. يعني لو انت اردني، لو انت كذا يعني مثلا عراقي، لو انت ليبي، لو انت مصري، حتلاقي سعر او قيمه بلبلك، البلبل الاصلي من تكارتومي وصوي برو، حتلاقيه هنا. طبعا خلينا نبدا في البدايه، الريال مقابل باقي العملات. أول شيء البلبل عندنا في السعودية يساوي 70 ريال سعودي، بس إذا رحت الأردن حتلاقيه ب14 دينار أردني، وإذا أنت إماراتي فرح تلاقيه ب69 درهم إماراتي. أما إذا أنت أمريكي يعني عايش في أمريكا وتبي تعرف كم، إذا ما قلت اسم أي بلد تبغيه في الكومنتات، حيكون ب19 دولار. أما إذا أنت في الكويت فرح يكون ب5.5 دينار كويتي. أما إذا كنت بحريني فرح يكون ب7 دينار بحريني، وإذا كنت مصري فرح يكون ب300 جنيه مصري. فيب، وإذا كنت تخيل شباب، إذا كنت جزائري رح يكون ب2400 دينار جزائري. أنا أحسها كثير 2400، بس عندهم في الجزائر تلاقيها عادية. أما شوف الصدمة هنا، لو كنت لبناني حتلاقيها 29,000 ليرة لبناني. أما لو كنت ايراني، يعني لو انت من ايران فراح تلاقيه ب800,000 ريال ايراني. اما لو كنت بمغربي فراح تلاقيه ب180 درهم مغربي. اما العراق راح تلاقيه ب22,000 دينار عراقي. اما تونس راح تلاقيه ب54 دينار تونسي، وليبيا هي اخر دولة 27 دينار ليبي. طبعا اي واحد انا ما قلت اسم يعني دولته او قلت اي شيء، لان انا اتوقع اني نسيت كم دولة، فاللي بيعرف اكتب لي تحت اسم الدولة وانا على طول راح اجاوب عليه واقول له كم المبلغ. فبس هذا كل عندنا. لا تنسوا من اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا ايش رايكم، ايش رايكم في هذه اللائحة، وبرضه ايش رايكم يعني تبون نسوي كمان دول او لا، واذا نسيت اي دولة اكتبوا لنا في الكومنتات. فبس وصلنا للختام، سلام.